رجل توفيت والدته قبل أن يشتغل كإطار في إحدى المؤسسات الكبرى، وكانت أمه تعمل بالخياطة وتعطيه النقود وتمنعه من العمل، وتحثه على إكمال الدراسة، ففعل ما أرادت ووفقه الله وتوظف، وكانت نيته أن يعطي من راتبه لأمه ليسد بعض من جمائلها عليه، لكن شاء الله وتوفيت رحمها الله، فحزن قلبه وبكى عليها كثيرا، ونذر لله تعالى أن يدفع ربع مصروفه للفقراء ناويا الأجر لأمه، ويحلف بأنه من 30 سنة من وفاة أمه لم تفته سجدة إلا وقد دعا لها، ويتصدق بالماء ويحفر الآبار لها، ووضع في عدد من المساجد برادات للماء وقفا لها. وفي يوم خرج للصلاة فرأى مجموعة من الرجال يضعون برادة ماء في مسجد حيهم، فضاق صدره وقال: وضعت في الشرق والغرب ونسيت أن أضع برادة في مسجد حينا. وبينما هو يفكر وإذا بإمام المسجد يلحق به ويقول: يا أبو محمد، جزاك الله خيرا على برادة الماء. استغرب وقال: لا والله إنها ليست مني. فقال الإمام: بلى إنها منك، اليوم أحضرها ابنك وقال أنها منك. فإذا بابنه محمد يقبل يده ويقول: يا أبي، إنها مني ونويت أجرها لك، فتقبلها سقاك الله من أجرها بسلسبيل الجنة.